رحبوا معايا بالشاعر احمد فؤاد نجم ضيف الاول معانا. لا لا، كان في حب، كان في حب متبادل، والا ما كناش انجبنا نواره الجميله دي. اكيد. اه طبعا. هتغني لنا حته من ام كلثوم؟ مش ممكن. دون علي الروح لو فارقت جنبي، ولا فراق محبوب، ولا فراق محبوب سكنت في قلبي. الله الله. والله انا منساه يا عين، مهما البات قلبي، ولا نحب سواه مهما يبيعوني. يا عين يا عين يا عيني يا عين يا عين يا عيني بالدمع وافين. الله الله الله. لا يعني مش عارف اقول. لا صوتي بيشتغل. لا والله. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان، نقدم إليكم بكل اللغات مراسح وسيمة وجميع الفنون، صحافة ومنابر وتلفزيونات وخطبة في جوامع وجبنة وزيتون، ودايما نلعلع في كل الحالات، ولا حد سامع ولا يحزنون، وتسمع ما تسمع ده ما يهمناش. احنا كنا في فترة من الفترات في الجيش، ووصلت إلى أسمعنا أغنية اشتهرت قوي وانا حبيتها جدا، كانت عباره عن جواب بعته اب الى ابنه على الجبهه، وكانت الاغنيه دي شديده التاثير في كل ليله سمر بنقضيها مع بعض كضباط وجنود، ومنغني الاغنيه دي كانت بتعمل عمل جميل جدا. فانا برضو هقول لكم جزء من الاغنيه علشان تحسوا احنا حسينا بايه، وبعدين اقول لكم عملت ايه. الجواب ده كان الاب بيقول لابنه: واه يا عبد الودود، يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح؟ عسى الله تكون مليح وراجب للامام. امك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك دادع لابوك لا يقولوا منين دابوك ويمسخوا الكلام. ويا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك؟ عسى الله طيبين، خالك زناتي جايلك ضمن المتطوعين، واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمه، حكيم عيمرينوها في العركة تكون حكيمة، ومحمد موافي يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، وهكذا قعد يبلغ سلامات ويبلغ تحيات الأسرة كلها. في هذه الأغنية قعدت أدور على مين اللي كتبها ومين اللي ملحنها عشان أتعرف عليهم، وفوجئت بأنه أحد عز أصدقائي اللي هو علي بدرخان زميل الدراسة. فرحت لعلي وقلت له أنا لازم أقابل الراجل ده وأتعرف عليه، واتعرفت عليه، ومن يومها عرفت إحساس الشاعر اللي جواه، وعرفت إحساس مصر جواه قد إيه. وبقول إن أبو النجوم أو الفجومي هو أحد اللي تمثلت فيهم روح مصر. كل جيل من الأجيال روح مصر كانت بتتمثل في شخص، يعني فترة من الفترات تمثلت في روح عبد الله النديم مثلا، في فتره من الفترات تمثلت في روح صلاح جاهين مثلا. انا بعتبر ان الفجومي هو احد الذين تمثلت فيهم روح مصر الحديثه. تعلق لنا ايه بقى على اللي كان على الشاشه؟ ما هو محمود ده حبيبي، وبعدين هو محمود بيغني. صوته جميل. امال ايه؟ بيغني. انا عملت له وغنى لي حاجات في المسرح كتير.
غنى لي في عجايب. نعم. انا الحكيم الحكمائي. نفوخي سبحان الباقي وعيش ادائي وتريائي. وغنى لي برضه في ابو العيلة 90. مش مشية عسل. عملها له عمار. لا جميل خالص محمود. وشوف ازاي كان الكلام عند فرساننا وفلزات اكبادنا وقواتنا المسلحه اللي عملت النصر العظيم دي. أيوه. وكنت انا في وسطيهم وهم بيستعدوا لصنع الملحمه العظيمه دي. طب هل هو ليه دلوقتي مقطع من القصيده اللي حضرتك عملتها؟ هل تذكر بقيه القصيده دي؟ وقال لغايه امك هتدعي ليك وهتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك ددع لابوك لا يقولوا منين دابوك ويمسخوا الكلام. واه يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك عصلى طيبين. خالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين. اختك تطلع يوماتي على المستشفى القديمه. حاكم هيمرنوها في العركه تكون حكيمه. محمد دين موافي يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي. ومن هنا الجرايب والعيله والعيال هيبلغوك سلامهم ولتمه الردال. واخر الكلام نقول لك في الختام الله يصون بلدنا ويحرس السلام. والدك حسن محارب غفير برج الحمام.